السلام عليكم عاد، كيف شيخ باشا؟ تمام، جيت لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ كالعادة ما عندنا اي شيء، فبندخل على التيك توك فبشوف اي مقاطع. صراحة قاعد اصور هذا المقطع وانا تعبان وفيني نوم، تقريبا صاحي من الساعة 3 الصبح الحين الساعة 10 بالليل، فاي شيء بيجيكم بيجيكم. اوكي يا ابن الحلال، صممت ما كنت فعلا. لا اشتراك وحساب تنوجد تنصد دوست، تابعوني عليه كام، تابعوني اسناب بعد، و let's go نبدأ المقطع. شدري اليد، خذو شبيز مش بدل لسه. من تتاكل خرا برا؟ مش قادر انا اخلع عليك خالص. لا تشدد والله، من عليك من عليك بس لسه قاعد. شو تريد؟ حط الجوال ماشي، سكر وسكر الباب هذا زين، وقولوا من طلع صوتكم حمد اجي ذبحكم. سكر هذا زين وسكر الباب اللي بالنص زين. بين هاي هاي مواري، هاي هاي هيفا، هلو هلو، هاي سنا، هاي سلامتي. وانا ما بطلش هاي ليه؟ ما بطلش هاي ليه؟ استغرب العظيم، في ناس ترى كذا تعاملهم، ما ادري غريب. يا girls, you tell me what day it is? Can you tell me the date? ما يا أخي ما يصلح، بسم الله ما يصلح. أنا أحس إنه ممكن تشقثه بنت الصغيرة. هذه هي اللي تخوف الضباع. الضبع مرة طلع لي إنسان بالغابة. الضبع زين ما دست عليه. حنين ماسك لي فيديا. لك سويدي تعال ابن الصغير. 10 دقائق يا عيال، مدة المقطع 10 دقائق. نزلوا من نتفليكس، صدقني صدقني ما لك الا نتفليكس. الله اكبر، ارحم يا رب، لا اله. الله اكبر. 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 ثاني شيء ترى ما يصير هذا الدين، ما يصير. يوسف كل زين، اسمعني، تمد يدك باكسرها لك. الزق الزق كل زين، والله ما تاكل خالص. حرام حرام يبكي الصغير، والله العظيم مضلل مضلل. ستوب 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 ستوب، اصبر اصبر اصبر. وين الفار؟ مضلل تحمر. والله بطل صراحة أقسم، بس هذه إذا شافتهم شفت تخالفهم صح؟ مدري ولا إذا لا، عشان أطبقها 7 مليون مشاهدة طبق أبو حتى لو فيها مخالفة. في ناس سوية دوافير يا حبيبي، ما اصلا الشمس موجوده في الليل ولا في النهار، لكن انت عندك ليل الشمس تكون مكان ثاني، فلازم يروحون للشمس. واحد كاتب ليش شنو بالليل تطفي. تعال تعال قهوه قهوه. بس 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 بس. بالعافيه بالعافيه. تعال.
بسم الله عليه والله. So I want to go check the mail really quick. And one of these decided to say, whoever moves is gay. I'm not moving from here. So I don't know how long we're going to stay here, but I'm not moving from here. I was right there. We were checking the mail and they said that. I'm not moving. They're still not moving. And neither am I. I don't know who's going to lose. The sun, the moon's out now. And we're not moving from here. It's cold. اقسم بالله ما راجع مليون خليكم حتى اخت خربت رجلكم. بجيس انا ضمنت ميونس. لا 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 لا. لفيا تعالي. امس يا عيال شوفوا شوفوا الفوبيا مو بس للحريم اوكي؟ الفوبيا مو بس للنسوان. هذا اول شيء لانه الفوبيا دي انا ما اطيقها مو طلوع لا انا ما عندي مشكله اني اطلع لكني اني ناظر تحت وانا طالع. احنا نشتغل في مقاولات اوكي شباب يعني اتخيل احيانا اني ممكن اني اودع الملاعب وانا اصلا بعيد اني اودع الملاعب صغالي يعني مو عن المود اني اقع. شباب والله مره تخوف صراحه انا الحين خبت المقطع ده انا خوفني ليش ما ادري اي تبع انستغرام يعرف كم خايف انا عندي فوبيا مره لا وخصيصا الفتره دي زادت. قبل كنت اخاف يعني ما عندي مشكله من الثلاث لاربع دوار ممكن اني يعني تجيني الفوبيا لكن الحين من ثاني دور والله انا ما ادري الناس دولي كيف اخوهم بيصلي على اسرائيل بيقول كده بيصلي كده دين صلاه ربك ول 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 اصلت معاه ركع في اسرائيل ركع في مكه استاذي لفتت 160 درجة الحين القبلة خطأ والله البلشة صدق شو مطببك هنا كلزك جايك اصبر كلزك بضلي طلب الكاميرا عشان عمي كده استوى راضي شباب انا الاطفال ما حبوا يبكون البنات العيال بس صار يسولف انا خليه يبكي ما طيق ولد يسولف ويبكي صراحه انا مارس عليهم عيال اختي كل نهار مارس عليهم اغاني نفسيه جرائم الكترونيه كل شيء عيونهم يا حباب ما حد رايد منك ربطيني بجلايا اديت حيل البيت شباب طبعا هذا فيه حجر اوكي الاصلي فيه حجر انا ذاك المره حطيته طبعا هو حلال الكحول حلال الرسول كان مكحل بعد عينك ترى تسعورك هذه كيف تحملت بس ما شاء الله من الذهب اليمين الله تبارك الله حلال الفرنش صاموا لي حرار صلوا على الربعين النبي استغفر الله الله تبارك صلى على النبي يا ربع صلى على النبي اوكي خلاص ماني متزوجه ولا عندي فرقه عيال بس ماني فاضيه اول شيء تنزل اعلان الاختبارهم تنزل بعد الواجبات هم زق هي زق بنات والله العظيم بعدين ايش احسبت انها مخلوقه لو حكيتيها تسمع الحكاء الا ملعونه انت تسمع والله ما ينيه برفقع بقلبي يا بنات بموت الحين باقي قاعدة أذكر اختبارها الجنية ذكرت أمس ونسيتها اليوم إيش نسوي باته؟ لا وكنا عندنا عزيمة يعني تخيلي إني بكتابي في المطبخ أغسل مواعين وكتابي معي يلا إني في العناز الملعونة ذبحتني الله يلعن المدرسة ويلعن الكتاب ويلعن اللي عزم بعد وهو يدري إنها في البيت الله يلعني ما عزم
ولا اعزم حد ان اذب بها بزونه ما اروح بها لكاليفورنيا. اوكي كاليفورنيا كاليفورنيا يوديها. والله انك شنب بصراحه صوتك قهرني حتى انا يا اخي. انا على حد علمي ان المدارس البنات ينطونهم ملخصات يعني في الاردن يسمونها الدوسيه يعني تلخص الكتاب نفسه فيقرون منها ويروحون يختبرون على طول. احنا العيال كتاب كامل وما حد يذاكر صراحه فما ادري يعني ممكن على حسب المناطق او شيء بس مره مزعلته والله صراحه ما حق يلا على اللي عزم ويلا على مدرسه والكتاب تم طلع الزبالة تعبان لا جيب السمبيشن جيبه تيب هات انا رايح انا امي تقول لي انا خليك قاعد انت خليك قاعد ومريح واني رايح عاد هذا اكثر حركة انا ما احبه تموت من الودة انا ما كني خلصت الشيء باقي خلصت المقطع شوف اخر مقطع بس حالة ضحك يدي كلها دم ترجف يدي والله ترجف لا ارادي عليك مساحة السلام بسم الله اسلام اسكوتر شاري الشارع عنك كيف؟ شاري الشارع لا لا بس طحت اطلع من الطريق بسرعة ابشر تعال انت لخدمك اخر مرة يركب سكوتر بحياتي يا اخي الدورية في السعودية انا تعجبني صراحة اقسم دبيبة والله مرة طب مرة اكثر من كل شيء قصدي وربنا ما حسيبك وربنا ما حسيبك انا تفتح عليا باب الحمام تفتح عليا باب الحمام وانا في الحمام ماشي وربنا ما انا حسيبك يعني تبدأ تصلي يعني طول الوقت وانا قاعد مستنيك اه يا ابن البلدة هي مين زي اللي بارسة سلم على الشهداء اللي معاك سلم استاذ يا هاوي لا مش انت يا حبيبتي صدقيني مش انت انا بمزح واخواني كلهم يمزحون واي واحد ما يمزح كلب اقسم بالله شغلت على حاله صراحه انا احسن شفت كل كبير فيه له كبير الا الله ما له كل الا الله اكبر شيء ف لو انكم صنعت الحلقه صار لايك واشتراك تابعوني عليها كامل تابعوني على سناب بعد ممكن الحلقه تكون نايمه لانه صراحه مره تعبان الحين انا لازمني انام لكني ما نمت لانني بصور لكم مقطع الشباب انا مره صعب اني اصور مقطع مره صعب شغل ابوي مره يذبحني انا اكثر شيء اكره في حياتي الكيس واللي تغطي شعره لهنا وشغل ابوي حرفيا يعني صلى على النبي والسلام عليكم.